نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في لندن، أهلا بكم. شهدت عدة جامعات في محافظات جزائرية مختلفة مظاهرات طلابية مناوئة لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وذلك قبيل ساعات من غلق باب الترشح نهائيا. وتظاهر الطلاب في الجامعة المركزية وفروعها المختلفة بالعاصمة الجزائرية وسط إجراءات أمنية مشددة، كما خرجت احتجاجات في جامعات قسنطينة وسطيف وبرج بوعريري شرقي البلاد ومستغان بغربها. إلى ذلك قدم الجنرال علي غديري الأمين العام السابق لوزارة الدفاع الجزائرية قدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية للمجلس الدستوري الأعلى بوصفه مرشحا مستقلا. وبالتزامن مع الاحتجاجات والتظاهر في الجزائر، يقيم الرئيس بوتفليقة منذ بضعة أيام في مدينة جنيف السويسرية لتلقي العلاج. للمزيد ينضم إلينا موفدنا إلى جنيف محمد الحاجي للوقوف على آخر التطورات الصحية للرئيس بوتفليقة. مرحبا بك محمد، هل من معلومات عن الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة في ظل حديث عن تعكر حالته الصحية مؤخرا؟ نعم جمال، من الصعب جدا الإجابة على هذا السؤال، في يواجه هذا السؤال شح في المعلومات لمعرفة هل فعلا بوتفليقة هنا أم ليس هنا. البعض يؤكد أنه هنا، البعض يؤكد بأنه يتواجد في الطابق الثامن من هذا المستشفى الجامعي في المدينة السويسرية، مدينة جنيف السويسرية. البعض يؤكد أيضا بأن الغرف من 72 حتى 76 هي محجوزة للرئيس الجزائري. شهود عيان جزائريين هنا قالوا بأن سيارات تابعة للرئاسة والقنصلية كانت متواجدة أسفل المشفى، اليوم أزيحت نهائيا، لم تعد موجودة. الكثير من الأسئلة تطرح عن الوضع الصحي للرئيس الجزائري، من الصعب جدا الحصول على أي معلومة من الكادر الطبي أو حتى من الزوار هنا في المستشفى الجامعي بجنيف. عدد من الجزائريين هنا تواصلت معهم قالوا بأنهم أيضا ينتظرون ككل الجزائريين في البلاد لمعرفة وضع الرئيس الصحي وكيف هل يمكن أن يقدم طلب ترشيحه اليوم وهو نهاية فترة تقديم الطلبات. في الحقيقة إلى حد الساعة ليس هناك من معلومات وفيرة أو مؤكدة عن وضع الرئيس الطبي. الرئيس جاء إلى هذا المستشفى، بالعادة كان يأتي للعلاج في مستشفى بعيد عدة كيلومترات عن العاصمة جنيف، وكان هو مشفى خاص، عيادة خاصة. اليوم هو في يعني يقال بأنه في هذا المستشفى، وبالتالي يبدو أن حالته الصحية متدهورة. نعم. بما أنه يتواجد في هذا المستشفى الكبير في جنيف، إذا ما زالت المعلومات شحيحة وما زالت المعلومات أيضا ضعيفة لمعرفة وضعه الصحي، أو إن كان فعلا هنا تماما كالمعلومات حول تقديمه طلب الترشيح أم لا. نعم، شكرا لك محمد الحاجي موفد التلفزيون العربي إلى جنيف.